الجولدن بوي مليون مبروك كان نجم النهارده اغلى بطوله دوري ممتاز للنادي الاهلي بيحقق في تاريخه اللقب رقم 41 41 دوري عام. شعورك ايه وانت بتفوز مع النادي الاهلي باغلى بطوله للنادي الاهلي؟ الشعور عادي بالنسبه للاهلي، فزي ما قلت 41 دوري ولسه ان شاء الله كتير جاي. الموسم ما كانش سهل بالنسبه لنا، بس الحمد لله الكل اللي يركز من اول ماتش لحد اخر ماتش كل فارق. فبشكر اللعيبه كلها وبشكر النادي كله، من طاقم تقني، من لعيبه، من مسؤولين، من اي واحد قدم كل ما عنده عشان في الاخر نفوز باللقب ده. ومبروك للنادي الاهلي كله ومبروك جمهور مليون مبروك.